اسلام 101. اسمح لنا ناخذ احبابنا في العراق كثر عجبنا الجميع لحديثك يا شيخ. الو السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اخ عبد الكريم من العراق، تفضل. تحيه لك اخي الفاضل وتحيه للشيخ الزغبي محمد و اسمحوا لي انا بصراحه يعني منذ زمن احاول ان اتصل بكم ولا استطيع، والان قدر الله عز وجل. يا اخوان تفضل. انا من بغداد اناديكم من بغداد، ماذا اصابك يا بغداد بالعين؟ الست قد كنت يوما مره العين؟ انا اناديكم من العراق يا خليلي، هل في مصر عين حزينه تبكي على بغداد لعلي اعينها؟ يا شيخ محمد انا كنت معتقلا عند الاف من اهل السنه رجالا ونساء، وحملوني امان قالوا لو نفد من اهل الاسلام من ينصرنا استنجد بروسيا، استنجد باي انسان ينصرنا ما حملت بدوله دفاعا عن الحدود وسلاح للسنه ومحمدا ونبيا. حرقت اللحى يا شيخ، وضعت في اسفار الشيوخ، طلب مني ان احكي نفسي على ام عائشه وعلى ابي بكر بابين، فقصفوا في وجهي فوضع النجاسه على لحيتي. انقذوا اهل السنه ومحمدا ونبيا، ما اسلامه حملت نسام الاهتفاء، حملت انطلاق السنه، انطلاق على السنه. يعلمنا في الشوارع رحل بهيان ابن عمر وبكر وعثمان، وبعد منا من اصحاب رسول الله ما نحكي لنا نسمع عن عائشه كلنا، فقطعوا اصابعنا وقلعوا اظافرنا. يا شيخ يحملك المال، اللهم اشهد اني بلغت رايت فتاه تختصب وتقول والله انا ماكر، والله انا حرمت له القران، ثم قالت تنادي فليذهب الى رسول الله ويقول عز الرجال عز الرجال، ارض رسول الله يحتاج يا شيخ. اسمع باللفظ سواء لا زالت اعمق الحق على المشاكل حتى في جنسي، يعني فقط ابني اسمه عمر وبنت اسمها عائشه. لقد عرفوا طفلا في القرن ووضعوا عليه البصر، لان اسمه عمر عمره 3 سنوات وقدموه لابيه. اللهم اشهد، اللهم اظلمنا، هل من مغيب اما من معتصم يغيب اما من ابن سيف او معكم الله اخي عبد الكريم. نسال الله جلت قدرته ان ينصركم على اعدائكم وان يعيد للعراق عزها وكرامتها ولاهل العراق. اصبروا وصابروا، فالله معكم، الله معكم، الله معكم، نحن جميعا معكم. كل الذي نملكه على هذا المنبر أن نقول كلمة الحق، وأن ندعو عامة المسلمين أن يرفعوا أيديهم للسماء، للعظيم، للقادر على كل شيء، أن ينصركم بإذن الله. نسأل الله ذلك. اصبروا وصابروا وأنتم إلى خير بإذن الله. قلوبنا معكم. حفظك الله يا خالد الكريم. ولي تنامى حول قيد واسير، هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي.